اهلا بيك اصدقاء اليوتيوب. حمام دم طبعا في سوق العملات الرقميه والاسهم والذهب في كل المجالات. تمام، هنتكلم النهارده على اللي بيحصل في السوق، وهنتكلم على اللي هيحصل الاسبوع ده، وهنتكلم على الاكس ار بي، وبراد جارلينغهاوس المدير التنفيذي لشركه ريبل بيطمن المستثمرين في الريبل او المستثمرين في الاكس ار بي. هنتكلم على الكلام ده، بس في البدايه قبل ما نتكلم افكركم بدعمكم للقناه، وعمل لايك شير للفيديو واشتراك في القناه لو حبيتوا، وتقروا معانا صندوق الوصف تحت الفيديو فيه معلومات مهمه ليكم، وفي لينكات المنصات اللي حابب يسجل في منصات تداول العملات الرقميه تسجيل مجانا. تمام، دلوقتي هنبتدي زي ما انتم شايفين الاسعار عامله ازاي. هنتكلم على مؤشر الخوف والجشع، وصل ل 8. طبعا الخوف شديد جدا، وحصل بيع جماعي اليومين اللي فاتوا دول، امبارح والنهارده، فده طبعا اثر على السوق، زود الطينه بله زي ما بيقولوا. تمام، حتى الذهب 1821. الاسعار بتاعت الاسهم زي ما انتم شايفين، يعني مش بس الكريبتو يا جماعه، عشان الناس بتخوف من الكريبتو، الناس خافت من الكريبتو وحصل لهم هلع وابتدوا يبيعوا بخساره والكلام ده. لا يا جماعه، ما حدش بيبيع بخساره، انت عزز محفظتك، يا اما تصبر لغايه ما الاسعار ترتد تاني. هترتد بس عايزه صبر شويه. الاسهم زي ما انتم شايفين حتى نزلت ازاي، S&P 500 والناسداك برضو نازل، فده طبعا في هلع في السوق كله. وفي بالنسبه للعملات بتاعت المنصات، منصه Crypto.com واصله 11 سنت، ومنصه منصه كيو كوين عامله 11 دولار. طبعا في حاجات، والبيتكوين دلوقتي 22، فوق ال 22,000 دولار، والايثيريوم 1200 وشويه. يعني العمليه كلها كل الناس خسرانه، ما فيش كسبان، كل الناس المستثمرين حتى الحيتان خسرانين، ما فيش حد كسبان خالص، مش انت لوحدك اللي خسران. فاطمن، كل الناس متعوده على الموضوع، المستثمرين متعودين، ما فيش حاجه اسمها مكسب على طول يا جماعه، لازم يبقى في فتره خساره وبعدين يحصل مكسب. وفي ناس بتستغل الهبوط ده في الشراء، بس طبعا ما تشتريش مره واحده، لان ممكن يحصل هبوط اكتر من كده. يعني متوقعين انه يحصل كمان هبوط، بس احتمال بعد اجتماع الفدرالي الموضوع يهدى، وخلاص يعلنوا عن الفايده، وموضوع الناس تهدى، ويبتدي بقى زي ما تقولي السوق بيبتدي يصفي نفسه، تبتدي بقى المستثمرين التقال يظهروا. فيبتدي عندك ان في ناس يظهروا جديد، في ناس تبتدي تشتري من اول جديد، او ناس جديده تخش في السوق، ويبتدي يحصل حيتان جديده، وفي ناس تبتدي تستغل الهبوط ده طبعا، تشتري بكميات كبيره. وانا متوقع ان واحد زي الباشا ده مثلا، بايدن، اللي عاملين صوره بيتريقوا عليه ان هو بيتصور مع سيلفي مع السوق بعد الهبوط، يعني هو خربها. وطبعا كل الكلام ده زي ما انتم شايفين مصلحه لبعض الناس، انا شايف مصلحه لبعض الناس ان هم عاملين الحاجات دي، بحيث ان الاسعار تنهار تماما، علشان اسر تظهر في العالم جديده، انها تبقى اثرياء العالم في الفتره القادمه. انا شايف وجهه نظر شخصيه كده، انا مع نظريه المؤامره من اللي بيحصل في العالم دلوقتي بالنسبه لشواب اللي قلت لكم عليه قبل كده، وبيل جيتس وجورج سورس، انا مع نظريه المؤامره. فده طبعا العمليه كلها في منتهى الخطوره، ولكن احنا لازم نصبر. حتى كان في تقرير بيتكلم على الاكس ار بي، بيتكلم على قد ايه الاكس ار بي مظلوم، وان الاكس ار بي هيوصل لمبلغ كبير. طبعا بيتوقعوا ب 400 دولار، والكلام ده يوصل، مش متوقع انا خالص يوصل 400 دولار، ولكن في عندك اتنين سيناريو، واحد يوصل 400 دولار، واحد يوصل 4 دولار 5 دولار في خلال 2030. يعني في كذا سيناريو للاكس ار بي. ولكن براد جارلينغهاوس، نخش بقى على حكايه براد جارلينغهاوس، بيتكلم ايه، على بيطمن على المجتمع بتاع الريبل او مجتمع الاكس ار بي. يا جماعه انتوا بيتكلموا على بيطمن المستثمرين، احنا اعتدنا على الكلام ده في 2008 و2018، وحصل مشاكل عندنا قبل كده كتير للعالم كله، يعني مش بس عند ريبل، فحصل انهيارات اقتصاديه، وفي حصل هبوط في الاسعار. فبيطمن الناس بالنسبه لمجتمع الاكس ار بي كمان، وعلى المدى البعيد الموضوع هيكون افضل، بيتكلم على كده. تمام، يعني انتوا شايفين يعني كل واحد طبعا وحالته الاجتماعيه ووضعه الاقتصادي، انت شايف تبيع دلوقتي، او شايف تبيع بعد كده، شايف تشتري دلوقتي، او شايف، كل واحد حسب ظروفه، لان الناس بتختلف عن بعضيها. انا شايف لو انت انت محتاج السيولة طبعا، قرارك عايز تبيع، ولكن انا عن نفسي انا مستني فرصة للشراء، يعني مستني كمان السوق ينزل عشان اشتري، فمش مستغل الهبوط ده ان انا اخاف ويحصل لي هلع. في ناس كانت بتتكلمني على الاكس ار بي كانوا يتمنوا ان ينزل يوصل ل 30 سنت عشان يشتروا، اهو قرب من 30 سنت، فده طبعا فرصة للشراء. انا مش بقول لك تبيع وتشتري دلوقتي، انا بقول لك كل واحد عارف ظروفه ايه، لان ظروفي غير ظروف شخص تاني. فده طبعا لو واحد عنده امكانيه عايز يشتري وعايز يعزز محفظته، او واحد عايز يخش جديد، دي انا شايف ان هي بدايه الفرص دلوقتي. دي يا جماعه الفتره اللي احنا فيها دي بتبقى بدايه الفرص ان واحد يحقق ملايين في المستقبل فعلا دلوقتي، لان فعلا انا شايف في ناس بتتوقع ان الايثيريوم مثلا هيوصل 750 دولار وفي ناس هيوصل ل 1000 دولار ويقول لك بعد كده القاع يعني الجديد بتاع الايثيريوم، وفي ناس بتوقع له البيتكوين يوصل اقل من 20، وفي ناس انا كنت متوقع ان هو ما ينزلش عن ال 20، ولكن في الظروف اللي احنا فيها دي في احتمال ينزل عن 20، وبالذات ان هو داخل البير ماركت مع الحرب، مع بعد كورونا والانهيار الاقتصادي وبايدن والكلام ده اللي بيبوظوا في ما اعرفش عاملينها بقصد. يا جماعه انا شايف الموضوع ده مقصود، مش مجرد صدفه. الموضوع اللي احنا فيه ده دلوقتي ده مقصود، الانهيار الاقتصادي ده مقصود لناس معينه تشتري وتخش جديده في السوق وتستولى على الاقتصاد العالمي. انا شايفه كده، دي وجهه نظري، دي نظريه مؤامره انا مقتنع بيها تماما يعني. فده طبعا انا شايف دلوقتي براد جارلينغهاوس بيطمنكم، وفي نفس الوقت ناس كتير طبعا ناس متخوفه، كل الناس متخوفه، كل الناس محدش مطمن فينا ومحدش مش قلقان فينا، لأن الخسارة طبعا صعبة علينا كلنا، ولكن المستقبل دايما على المدى البعيد يخليك تقول لك إيه، ما تخافش وما تحزنش على الخسارة اللي خسرتها النهاردة وامبارح. على المدى البعيد أنت الكسبان، أهو أنا بتكلم معاكم الإيثيريوم عمال ينزل أهو، ولكن على المدى البعيد هيطلع تاني، أكيد 100% الأسعار دي هترتد وتطلع بصعود قوي كمان، بس محتاجة صبر منك يا جماعة، صبر منكم، ما تخافوش، اطمنوا، وما تخلكش تتحرك، ما تخليش العواطف تحركك وتخليك تبيع بخساره. لو عايز تعزز عزز، بس اعرف امتى تعزز في المحفظه تشتري تاني، بس ما تبيعش بخساره، ما هي خساره يعني انت خساره لو بعت دلوقتي هتاكد خسارتك، لكن لو استنيت واحتماليه انه يطلع اكيده، طب ما تستنى هيطلع وهتكسب، صح كلام؟ ولكن لو انت بعت دلوقتي انت اكدت خسارتك، معاك سيولة تانية ممكن تداخل، بس ما تشتريش مرة واحدة، لأن ممكن ينزل السوق على مراحل، ما نعرفش القاع فين لغاية دلوقتي. مهما كان واحد خبير في التحليلات استحالة يتنبأ ويقول لك القاع عند المبلغ الفلاني، استحالة. دلوقتي اللي احنا فيه دلوقتي في حرب يا جماعة، السياسة بتتحكم في الاقتصاد دلوقتي، أو دايما أقول لكم السياسة والاقتصاد دايما مرتبطين ببعض، فدايما خلي بالكم السياسيين دلوقتي بيلعبوا في الاقتصاد وعايزين يغيروا النظام المالي العالمي والعملات الرقميه بالذات ضد النظام العالمي المالي العالمي الجديد، فهم طبعا متضايقين من العملات الرقميه، بيحاربوا العملات الرقميه، ولكن العملات الرقميه من كتر ما الناس دخلت فيها تستثمر وفي حيتان في العملات الرقميه، انا اعتقد ان الموضوع ده مش هتبقى صفر، لان خلاص بقى ليها استخدامات. الايثيريوم ليه استخدام، والبيتكوين ليه استخدام، ان استخدام البيتكوين مش كاستخدام العادي زي الاكس ار بي مثلا، او زي الريبل، شركه الريبل والكلام ده، لا، او زي الايثيريوم. استخدام البيتكوين الناس حاطه فلوس فيه كانه بنك، كانه ذهب، فده استخدامه، ده يعتبر استخدام برضه. طبعا ممكن في ناس تختلف معايا في موضوع البيتكوين، لان في دايما بتختلف موضوع الاراء بالنسبه للبيتكوين، ولكن عموما الناس حاطه في سيوله ضخمه جدا في البيتكوين، فده طبعا استحالة الحيتان دي تخلي البيتكوين ينهار ويوصل للصفر يعني. فالعملات الرقمية استحالة توصل للصفر، هي منافسة للنظام المالي العالمي، هي بس دي مشكلة العملات الرقمية، ولكن هتنطلق 100%. أنا آسف أنا طولت عليكم، بس عايز أطمنكم ما تقلقوش، كلنا أنا معاكم على الحلوة والمرة، أنا خسران زي ما أنتم خسرانين، كلنا خسرانين، ولكن مستني يكون السوق يرتفع تاني، وأكيد هيرتفع تاني، بس محتاجة صبر. أشكركم يا جماعة، وأنا آسف أنا طولت عليكم. سلام يا جماعة.